وحرصا منا على الحفاظ على مكاسب ثورتي سبتمبر واكتوبر، فعليكم أيها الأخوة الوقف الفوري لإطلاق النار وتثبيت وقف إطلاق النار، وسوف يشرف على تثبيت وقف إطلاق النار من الساعة 7 صباحا من يوم غد أخوة من المناضلين من الثورة الفلسطينية، سوف يرفعون الأعلام البيضاء متوجهين إلى مناطق التماس، فعليكم جميعا الالتزام وتثبيت وقف إطلاق النار. أيها الأخوة المواطنون، أيها الأخوة الأحرار، عليكم الاستجابة لهذا النداء استجابة لنداء إخوة لكم في الثورتين سبتمبر واكتوبر في الشطر الشمالي من الوطن الحبيب. تناشدكم المرأة والطفل والشيخ والعالم وكل المسؤولين القياديين في الشطر الشمالي من الوطن العزيز. عليكم أيها الأخوة الالتزام بوقف إطلاق النار.